باسيل متفقدا النازحين في عرسال، لا عودة عن العودة. يعني واحد بيرجع على بيته، انا شو بدي اسوي هون؟ المشكلة انه الأمم المتحدة عم تعمل بيانات تقول انه ظروف العودة غير مؤمنة، يعني عم بتقول لهم ما ترجعوا. نحن عم نقول لهم ارجعوا. الحريري في موسكو وذئب المونديال في استقباله. بدء معركة الحديدة في اليمن، والحوثيون يستهدفون بارجة للتحالف. ترامب: قمة سنغافورة ساهمت في تجنيب العالم كارثة نووية. في البرازيل: العثور على رضيعة حية بعد دفنها تحت التراب. أهلا بكم. على وقع النزاع الحاصل بين لبنان والمجتمع الدولي في قضية النازحين، وبعد حملة الوزير جبران باسيل على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءاتها التي تثير الخوف والريبة في نفوس النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، توجه باسيل قبل ظهر اليوم إلى عرسال متفقدا النازحين في أحد المخيمات ومستمعا إلى بعضهم ممن يرغبون بالعودة غداة عيد الفطر، والمقدر عددهم بنحو 3600 نازح. وقد استهل باسيل جولته بلقاء في مبنى بلدية عرسال، حيث وجه رسائل إلى النازحين بأن لا عودة عن العودة، وإلى مفوضية اللاجئين بأن ما حدا بده يفتح مشكل مع المفوضية، بس إجا الوقت إنه نقول كفى. ولفت إلى أن هناك من يريد لأزمة النازحين السوريين أن تطول مقابل من يريد لها أن تقصر، وشدد على أنه لا يقول بعودة فورية وقصرية بل مرحلية وآمنة، وأنه لا يقبل بعودة النازحين إذا لم تكن آمنة. أما لسان حال النازحين فيقول: نريد فقط الأمان للوصول إلى بلدنا، ونشكر كل من يسعى لإعادتنا إلى بيوتنا. معنا مباشرة عبر الهاتف الزميلة رواند أبو خزام من عرسال لإطلاعنا على جولة الوزير باسيل وما كانت حصيلتها. إذا رواند، ما كانت حصيلة هذه الجولة اليوم وأبرز المواقف التي أطلقها بشأن النازحين من هناك؟ نعم كاترين، في ختام جولة الوزير جبران باسيل على بلدة عرسال كان له المحطة الأخيرة في المغارة التي احتجزت أو التي فيها احتجز العسكريين يوم أصبح أو يوم دخل الإرهابيين إلى منطقتنا، وأيضا يوم تم احتجازهم في المغارة حيث تفقد كل جزء من هذه المغارة، وتم طلع على كل مكان تم احتجازهم، إن كان مكان حيث تواجد أهالي العسكريين أثناء زيارتهم، وأيضا مكان إقامتهم طوال هذه الفترة التي احتجزوا بها. وأشار من داخل المغارة بأن هذه الزيارة كانت للوقوف عند خاطر أهالي العسكريين ولتثبيت بأن هذه الأرض باتت لبنانية، بحث لبنانية وبقرار داخلي، وهذا الموضوع تم حين تم اتخاذ القرار السياسي بتطهير هذه المنطقة وتحديدا جرود عرسال من كل الإرهابيين الذين استباحوا أرضها. وأيضا أشار إلى اتجاه بلدية عرسال بوضع نصب تذكاري للعسكريين الذين احتجزوا في هذه المغارة، داعيا كل اللبنانيين بزيارة هذا الموقع لما فيه من رائحة
رائحه للشهاده وايضا لما فيه من رائحه دحر الارهابيين وايضا استتباب الامن في هذه المنطقه التي تعرضت للكثير من الخروقات من قبل الارهابيين. وكما اشرت في مقدمه النشره كاترين بان الوزير جبران باشير استهل هذا النهار من بلديه عرسال حيث قابل رئيس البلديه وايضا النائب عن المنطقه بكر الحجيري وايضا اعضاء البلديه والمخاتير المنطقه بالاضافه الى اللجان الممثله للنازحين. وكان هناك اتفاق على ضرورة العودة وتحديدا بأن هذه الصرخة هي موجهة من النازحين أنفسهم، والنازحون أيضا يطلبون من الدولة اللبنانية مساعدتهم وتسريع العودة وعدم الاعتماد على الأمم المتحدة، لأنها بحسب النازحين بأنها أثبتت بأنهم يماطلون في تأمين عودتهم، وتحديدا بعد أن وردت أخبار لهم بأن منطقتهم باتت آمنة في سوريا وليس هناك أي مخاطر. وبدوره أيضا الوزير جبران باشير شدد على أن لا عودة على قرار العودة، وقال للأمم المتحدة وللمفوضية أيضا كفى مماطلة وكفى تخويف لهؤلاء النازحين، ويجب أن يعودوا ويجب أن يكون هناك عنوان أساسي وهو العودة الآمنة وليست العودة التي أو العودة المرتبطة بالحل السياسي. إذا هذه الزيارة من المستغرب أيضا كاترين بأن تحول المواقف السياسية ما بين 2014 وما بين أيامنا هذه، حول هناك كان صرخة من قبل أرعلاتنا وأيضا هناك صرخة من قبل أهل المنطقة، وبوجه السياسيين كان هناك استقبال حاشد للوزير جبران باشير اليوم، وكان هناك أيضا ترحيب به ووضعوا مطالبهم عند الوزير جبران باشير، معولون أيضا على مساعدتهم في موضوع عودتهم إلى سوريا. وأيضا ربط الوزير جبران باشير زيارته إلى المغارة التي احتجز فيها العسكريون بموضوع النازحين، وأيضا هذا الموضوع الذي هو أساس هذه الزيارة إلى عرسال. قال بأن موضوع النزوح، ولو كان النزوح منظم منذ الأساس وتم نعم إلى مطالبهم من الأساس لما كنا وصلنا إلى هذه المأساة وخسرنا عسكريين وخسرنا أرواحهم. هذه هي في تفاصيل اليوم. سنستمع الآن إلى أبرز ما جاء حديث الوزير جبران باشير. كاترين، اليوم جينا لهون لأنه في نزاع حاصل بين لبنان والمجتمع الدولي، هي بتحكي عن منع العودة المبكرة. نحن بدنا تشجيع وتسريع العودة الآمنة والكريمة. في ناس سوريين هون بعرسال، فئتين، في فئة تعتبر أنه العودة مأمنة اليوم، وهن أهل الألمون يلي قالنا اللي مسؤول عن الملف العودة تبعهم انه عطيهم 3 ايام تيتسجلوا، بس تسجل 3000. في فئة تانية يلي عم بتقول انه بلدتها بالقصير بعد ظروف العودة لها منا مأمنة، وانه هن بدهم يرجعوا بكرة قبل اليوم، بس بدهم حدا يقول لهم انه فيكم ترجعوا. من الاول نحن عم نقول العودة منا فورية ولنا قصرية. المشكل مش عم بيخلونا نسمح أول مرحلة تصير. الأمم المتحدة بدنا مساعدتها؟ إيه بدنا مساعدتها، وبدنا نشكرها بس على شو؟ على أنه تساعدنا لنرجع سنة 2006، وشفت اللبنانيين يلي ناصبين خيام حد بيوتهم مهدمة وقالوا هن بدهم يبقوا على أرضهم هن وعم بيعمروا بيوتهم. هيدا عظمة الشعب اللبناني، هيدا عظمة أهل الجنوب. والسوريين قادرين يعملوا ذات الشيء. لو واحد قاعد بخيمة على أرض وطنه أحليله وأشرفله من أنه يقعد بخيمة خارج، لأنه هنيك بحس حاله هو بوطنه. رسلت وزير خارجية سوريا بهذا الموضوع، وجواب لي أكد لي أنه الملكية بسوريا محافظ عليها من الدستور. قلت له في خوف بموضوع التجنيد الإلزامي، أكد لي بكتابه أنه هن بيريدوا عودتكم وعودة كريمة وعودة آمنة، وهن عم بيعملوا مصالحات بقلب سوريا. فمنقلكم اليوم بالنسبة لنا لا عودة
عن العودة. ما حدا بده مشكل لا مع المفوضية العليا ولا مع الأمم المتحدة، بس إجا الوقت نقول لهم كفى خلص. نحن بدنا نرجع بلادنا لأنه بلادنا أصبحت آمنة، ما ضل فيها شيء، ونحن بنطلب من الدولة اللبنانية الأمان، بس تأمننا الأمان، ما بدنا إلا الأمان بس، ما بدنا لا أمم متحدة ولا غيرها. الأمم المتحدة لو بدها ترجعنا لبلادنا وقفت الحرب من أول شهر. عودة إخواننا السوريين إلى سوريا، هذا القرار حقيقة هو قرار نابع من رغبة وإرادة إخواننا السوريين بكامل إرادتهم ورغبتهم. هن عندهم حب العودة بشكل طوعي إلى سوريا الشقيقة. شكر يعني مطلوب أو منه مطلوب، يعني مش مهتمين كتير. نتمنى لهم يرحلوا وكفينا نحن عذابات. اللي سمعناه منهم هلا بيقول انه هن وكانه اجوا شمت هوا، هن ما اجوا مطرودين. هي البلده اللي عانته ما حدا عانيه بلبنان منها بسبب هذا النزوح اللي حصل. نحن تعرضنا من بلدتنا من اصدقائنا من جوارنا بسببهم لمختلف انواع العذابات لمختلف انواع التضييق. هذا وجال بسيل في مخيمات النازحين ودخل الخيم واستمع عن كثب الى عينه من النازحين الراغبين بالعوده الى سوريا. يعني واحد بيرجع على بيته، انا شو بدي اسوي هون؟ وعلى بلده وشب ودو. حتى الخيمه اذا على ارض بلدك احسن من هون، بتعرف انه ارضك على ارض بلدك. بعدين بليد بدها من يعمرها، سوريا بدها من يعمرها، ما تنزل شبابها تعمرها، نحن بدنا ننزل نعمرها. المهم الناس بس يكون عندها رغبه بدها ترجع. المهم انها حقق لها هيدي الرغبه. وعمليا طبعا بيقولوا بدهم يرجعوا، شو اللي بيمنع يرجع داخليا؟ ما الذي لا يحقق حرمه؟ ماشي في لانه تقول لك ليه المشكله انه الامم المتحده عم تعمل بيانات تقول انه ظروف العوده غير مؤمنه، يعني عم بتقول لهم ما ترجعوا. في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم النائب تيمور جملاط والوزير السابق غازي العريضي، وجرى عرض للاوضاع الراهنه، وتطرق الحديث إلى نتائج زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملاط إلى السعودية وموضوع الحكومة. كما التقى الرئيس بري قائد الجيش العماد جوزيف عون. من جهة ثانية أعلن بري أنه يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك، آملا أن يعيده الله على لبنان واللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والبركة والسلام والاستقرار. إلى موسكو وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعيد منتصف الليلة الماضية للمشاركة في حفل افتتاح المونديال إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار القادة من مختلف الدول العربية والأجنبية. وكان في استقباله على أرض المطار سفير لبنان في روسيا شوقي أبو نصار والمطران نيفون صيألي ومسؤولون من الخارجية الروسية، إضافة إلى الذئب الهداف الذي يمثل شعار المونديال. ومن المقرر أن يلتقي الحريري بعد ظهر اليوم الرئيس بوتين في الكرملين ويبحث معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. وفي السياق علمت صحيفة الجمهورية أن الحريري سيلتقي أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل افتتاح المونديال، وسيحضر إلى جانبهما المباراة الأولى المقررة مساء غد بين فريقي روسيا والسعودية. رفض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تصوير البعض لعلاقات الصداقة بين القوات والسعودية بكونها المدخل الواسع للسياسات السعودية في الساحة اللبنانية، خصوصا في ظل التوقعات بحصول حزبه على كتلة وزارية وازنة بالحكومة الجديدة. وقال جعجع في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: نمثل أنفسنا بالحكومة اللبنانية ونحرص على مصالح لبنان، وحصتنا في الحكومة ستكون للقوات اللبنانية وليست للسعودية ولا أي دولة أخرى. نحن بالفعل أصدقاء للمملكة، ولكن هذا شأن وعملنا بالداخل اللبناني شأن آخر تماما. وشدد جعجع على ضرورة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم كون لبنان لا يمكنه المضي في تحمل أعباء هذا اللجوء.
دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، وقال في خلال حفل تأبيني في بلدة الغسانية: لا مبرر لأي تأخير، فكل الناس أصبحت تعرف أحجام وأوزان القوى السياسية بعد الانتخابات، لذلك يجب الإسراع بتشكيل الحكومة، معتبرا أنه لا يمكن وقف الهدر وتسريب القوانين والمراسيم إلا بتشكيل الحكومة. في مخيم عين الحلو انطلقت مسيرة شعبية بعد صلاة التراويح رفضا للإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني بوضع بوابات إلكترونية وإجراءات تفتيش الفلسطينيين عند مداخل المخيمات. وتقدم المسيرة عدد من المشايخ وفعاليات سياسية وشعبية حيث جالت أرجاء المخيم، وهتف المشاركون مطالبين برفع هذه الإجراءات ومهددين بالتصعيد ما لم يتم إلغاؤها في الأيام المقبلة. بعد الإعلان: طفل مرمي أمام جامع في عكر. أهلا بكم من جديد. في عكار عثر فجر اليوم على طفل حديث الولادة في بلدة خراب الحياة في وادي خالد أمام جامع البلدة، وقد عمل أحد المواطنين على نقله إلى منزله بانتظار إجراءات الجهات المختصة لنقله والتحقيق في الحادثة. شب صباح اليوم حريق في مبنى مصلحة مياه بيروت عند تقاطع بدار فرن الشباك، وأوضح الدفاع المدني الذي استدعي لإطفاء الحريق أن الحريق وقع في الطابق الأول، واتخذت قوى الأمن الداخلي تدابير لتحويل السير عند تقاطع فرن الشباك بعدما قطع الطريق الطيوني لتسهيل وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، خصوصا وأنه وقع بالقرب من محطتي وقود ومصارف ومكاتب مكتظة بالموظفين، وتم إجلاء عدد من قاطني المبنى الذي شب فيه الحريق من الجهة الخلفية للحؤول دون تنشقهم الدخان. بعد الاطلاع على ما تضمنته الجداول المقترحة من وزارتي المال والصحة العامة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية، عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية مؤتمرا صحفيا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لشرح المخالفات والتجاوزات القانونية على حقوق العاملين. كأن وزارة الصحة عم تنتقم من الموظفين، وكانه ما كان فيها اللي صار قدام الوزاره او قدام او على الطرقات اللي كنا متصميم فيها، الضرب اللي تعرضنا له والاهانات والبهدله اللي صارت، هلا صارت عم تكفي معنا بطريقه اداريه. تطبيق القانون 46 حسب وجهه نظر المسؤولين بوزاره المال ادى الى نسف الرتب ضمن الفئه، بل ودمج بعض هذه الرتب ببعضها، بحيث اصبح يصبح راتب ودرجه المرؤوس اعلى من راتب الرئيس. مثال على ذلك انه رئيس القسم بصير معاشه اعلى من راتب رئيس الدير. عدم اعتماد آلية موحدة لكافة الفئات والرتب، وعدم الحفاظ على هوامش بين رتب الفئة الواحدة. لم يتم التوصل الى آلية موحدة للتطبيق تعطي كافة العاملين والموظفين حقهم في الحصول على رواتب منصفة ومساواتهم مع موظفي الإدارات العامة. وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أكد في خلال إفطار في بلدة علمات قضاء جبيل أن التيار الوطني الحر هو النموذج الضامن لقيمتنا الاختلافية والتي هي مصدر غنى لمجتمعنا، وقال: يجب أن نكون قد نضجنا سياسيا بما يكفي ليكون خيارنا الدائم الغنى في التنوع. وأضاف: ربما افترقنا مع حزب الله في الانتخابات، لكننا حافظنا على تفاهمنا الاستراتيجي معه. اليوم يمكن افترقنا نحن وحزب الله يلي هو الفريق يلي تفهمنا نحن وياه بال 2006، افترقنا بالانتخابات، افترقنا ديمقراطيا، بس ضلينا محافظين على تفاهمنا الاستراتيجي. الاهم انه ينتصر التفاهم الاستراتيجي، لانه في مصلحه للبلد، لجبال، لكل منطقه فيها هيدا العيش الواحد، وفي مصلحة لقوة البلد. هيدا نحن كنا حارسين عليه. قوتنا ان نكون ممسكين بمفهومنا لوطن قوي، بس كمان ممسكين بتنوعنا.
بحقنا بالاختلاف، وبأننا نقدر لما ما منتفق نتميز، وكل واحد يروح بخياره الديمقراطي للآخر. هيدا يلي بخلينا نكون بهيدا البلد ما حدا تابع حدا وما حدا قوي على التاني، كون كلنا تابعين للبنان. لما بدنا نتبع بعضنا منلغي بعضنا. واصل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل تقبل التعازي بوفاة والدته الحاجة توفيق غريب في منزله في بلدة الخيام، حيث زاره معزيا النائب طوني فرنجي على رأس وفد من تيار المردة ضم وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير البيئة طارق الخطيب، ممثلا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. كما زاره معزيا النائب أسامة سعد على رأس وفد من التنظيم الشعبي الناصري، النائب فادي علامة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، محافظ النبطية القاضي محمود المولى، والفنان عاصر حلاني، إضافة إلى فعاليات سياسية وقضائية وأمنية ووفود شعبية من مختلف المناطق. بعد الإعلان، ترامب ضربة سوريا تحذير للصين. أهلا بكم من جديد. انطلاق عملية السيطرة على ميناء الحديدة بدعم التحالف بقيادة السعودية، والأمم المتحدة تدعو للحفاظ على حياة المدنيين. بدأت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية فجر الأربعاء عملية اقتحام مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن والتي يسيطر عليها الحوثيون. عمليات برية واسعة النطاق معززة بغطاء جوي وبحري من التحالف بدأت بالزحف صوب مدينة الحديدة في أكثر من محور، فيما أفاد سكان محليون أن دوي انفجارات عنيفة سمعت في ضواحي المدينة، ويأتي الهجوم بعد انتهاء مهلة حددتها الإمارات للحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء لتسليم ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم. من جهته أعلن القيادي في صفوف الحوثيين محمد علي الحوثي أن قوات تابعة لجماعته أحبطت إنزالا بحريا لقوات تابعة للتحالف العربي قبالة سواحل الحديدة، وقال الحوثي عبر تويتر إن البارجة استهدفت بصاروخين بحريين وتصاعد الدخان منها، موضحا أن بارجة أخرى تابعة للتحالف تراجعت بعد اشتعال النيران في البارجة المستهدفة قبالة سواحل الحديدة، وأشار إلى أن البارجتين كانتا تحاولان تنفيذ عملية إنزال بحري لقوات التحالف على سواحل الحديدة. ودعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف في الحرب اليمنية لحماية المدنيين، وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماري كلير فغالي إن عملية التحالف من شأنها أن تزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في اليمن، مشيرة إلى أن شبكات المياه والكهرباء في هذا البلد حيوية لبقاء السكان المدنيين. وتقدر الأمم المتحدة التي سحبت في وقت مبكر الاثنين كل موظفيها من الحديدة عدد المدنيين بحوالي 600 ألف. الرئيس الأمريكي يشكر الزعيم الكوري الشمالي على اللقاء الذي جمعهما أخيرا في قمة سنغافورة، ويكشف في حوار أن الضربة الصاروخية الأمريكية ضد سوريا في نيسان الماضي كانت تحذيرا للصين. لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ساهم في تجنيب العالم كارثة نووية، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر عن قمة سنغافورة، لافتا إلى أن العالم خطى خطوة كبيرة إلى الوراء مبتعدا عن كارثة نووية محتملة، وأضاف لا مزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية أو الأبحاث، شكرا أيها القائد كيم، يوما ناسويا كان تاريخيا. وفي تغريدة أخرى هاجم ترامب منتقديه الحاقدين الذين كانوا يتوسلون من أجل المصالحة والسلام ويقولون رجاء التقيا لا تذهبا إلى الحرب، واليوم بعدما التقينا وأصبحت علاقتنا عظيمة بكيم جونغ أون فإن الحاقدين أنفسهم يقولون لا يجب أن تلتقيا، لا تلتقيا. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي وافق على دعوة لزيارة الولايات المتحدة خلال القمة التي جمعتهما في سنغافورة، كما دعا نظيره الأمريكي لزيارة بيونغ يانغ في وقت مناسب، وأضاف أضافت الوكالة أن الزعيمين قبلا بسرور الدعوة التي وجهها كل منهما إلى الآخر.
وفي هذا السياق أبلغ ترامب الزعيم الكوري كيم جونغ أون عزمه رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. من جهة أخرى كشف ترامب أن الضربة الصاروخية الأمريكية ضد سوريا في نيسان العام الماضي كانت بمثابة تحذير للصين حول كيفية رد واشنطن على استخدام السلاح الكيميائي وأسلحة الدمار الشامل. وذكر ترامب في حوار مع قناة فوكس نيوز بأن الضربة الصاروخية تزامنت مع اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر إقامته في فلوريدا. وكشف ترامب أنه قال للنظير الصيني: سيد الرئيس، لقد أطلقنا 58 صاروخا على مواقع محددة في سوريا، وطلب مني عبر مترجم أن أكرر ما قلت. رددت بأن كل صاروخ أطلق أصاب الهدف من مسافة 700 ميل، وقلت للرئيس الصيني بأنه يستطيع مغادرة الاجتماع أو يمكننا أن نصبح أصدقاء، لكنه لم يغادر وفهم كل شيء. وأكد ترامب أن إدارته من حيث المبدأ ضد استعمال الأسلحة المميتة والخطرة، لكن قمنا بذلك لأن سوريا الأسد استعملت الغازات الكيميائية ضد الأطفال. في البرازيل رضيعة تمضي 7 ساعات تحت الأرض. عثرت الشرطة البرازيلية على طفلة حديثة الولادة وقد دفنت حية في حديقة إحدى المنازل في البلدة التابعة لمقاطعة ماتو غروسو غربي البرازيل. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من مجهول بأن أهل الطفلة لم يبلغوا السلطات بوفاة طفلتهم، الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى التوجه إلى منزل العائلة حيث انتشل الطفلة من تحت التراب. وكانت المفاجأة أنهم عثروا عليها وهي حية بعد أن تم دفنها في حفرة عمقها نصف متر. وبعد التحري عن الحادثة أخبرت العائلة الشرطة بأنها كانت تعتقد أن الطفلة كانت ميتة، لهذا قرروا دفنها. كما أفادت الشرطة بأن الطفلة نقلت إلى المستشفى وهي الآن في صحة جيدة. ويذكر أنها ولدت لفتاة مراهقة تبلغ من العمر 15 عاما. كان في هذه النشرة باسيل متفقدا النازحين في عرسال لا عودة عن العودة. يعني واحد بيرجع بيته أنا شو بدي أسويها؟ المشكلة إنه الأمم المتحدة عم تعمل بيانات تقول إنه ظروف العودة غير مؤمنة، يعني عم بتقول لهم ما ترجعوا. نحن عم نقول لهم ارجعوا. الحريري في موسكو وذئب المونديال في استقباله. بدء معركة الحديدة في اليمن، والحوثيون يستهدفون بارجة للتحالف، ترامب قمة سنغافورة ساهمت في تجنيب العالم كارثة نووية، في البرازيل العثور على رضيعة حية بعد دفنها تحت التراب. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيو. شكرا وإلى اللقاء.